السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طبعا الفتح وما الفتح، هالمرة هذه راح أصور عن الفتح. أول شيء وقت انطلاقة الجواد لازم تعرف أنك إذا ما تنسقت مع حركته راح يصير فيه تردد بين جسمك وجسم الجواد، راح يجلس إيش يناقز الحصان، جسمك راح يناقز على الحصان، منها الحصان ممكن يضايق منك ياخذ يمين أو يسار، لكن لو اندمجت أنت مع حركة الجواد راح تشوف شيء جدا ممتاز، انطلاقك وسرعتك مع الرياح، الاندماج الجميل هذا كله، ويعطيك بنفس الوقت راحة كأن جسم الجواد جسمك. طيب حنا وشلون؟ أول حاجة لازم تعرف أن في نقاط لازم تعتمد عليها. 1 الركابات، بس خذ قاعدتك أنك ما تعتمد اعتماد كلي على الركابة، لا، تعتمد على ضغط الركبة وأيضا رفع جسمك مع حركة الجواد. طيب قاعد تصور عبدو، ممتاز، خلك تصور. طيب أنا الحين الحصان أمسخنا أصلا وعارف أن إحنا نبغى نفتح، فأبروح أعطيه مجال شوي عشان نرجع نفتح. بالنسبة للجواد أنا أوريكم قدام، ممتاز. طيب اللي أنا بتكلم عنه ثبات جسمك. بنعطي الحين مثال، نعطي مثال الآن، شوفوا حركة جسمي شلون الخصر مرفوع شوي والركبة ضاغطة ومعتمد على الركابات، ولكن ليس مو باعتماد كلي. نشوف الآن، يب، لازم أعطي انسيابية مع الحصان. لو تلاحظون جسمي قاعد يروح ويرجع مع الحصان بشكل سريع. خلاص ممتاز، مهجور، ممتاز. اعطيكم الان اكزامبل ثاني اللي انا اتكلم عنه، رفع جسمك شلون انا معتمد على الركبات برفع جسمي الان، ولكن لو انقطعت الركبات لا سمح الله تكون ركبتي تكون ضاغطه. يعني الان نشوف مرة ثانية، شوف انسيابية الجسم، شوف ضغطك على الركبة ولاحظ، ممتاز. أزم أزم بدل الحصان، ممتاز. سنت ماجور، طبعا ماجور ما أبغى وقفه وقف كلي على ورا عشان الشكيمة ما تقطع فمه، لأن الحصان متحمس. لاحظت شلون الجسم مرفوع، يعني تضغط على الركابة كأنك تبغى تعطي أب في التروت وتعطي فريز شوي، يعني الركبة تكون ضاغطة واللهم صل وسلم محمد، الركابة تضغط عليها بشكل عكسي، يعني بداية القدم تكون ضاغطة على تحت والركبة تكون ضاغطة كذلك، يعني بالشكل ذا. أنا بعطي كنتر خفيف، عب، يب، بالشكل هذا. الوجه نحطه جنب رقبة الجواد، ما نحطه عليه على طول. احنا تقريبا مقاربين للجوكية، ولكن يكون في عشوائية شوي، يعني ممكن وقت الكنتر تكون جالس عادي زي الآن، ممكن وقت الفتح مجرد ترفع جسمك مثل الجوكية، وهذه هي الجلسة المناسبة للجواد. سنت ماجور. طيب نشوف مرة ثانية، ولكن نبغى نعطي كنتر خفيف. يا ماجور يطلع باليد هذه، ممتاز. لاحظ جسمي شلون، بنفس الوقت عشان ترتاح انت بعد سوي لك زي ما تقول سكيات على رقبة الجوال عشان الحصان ما يروح بشكل سريع. هذه هي الجلسة المناسبة للفتح عشان لا سمح الله. ممتاز،
عشان لا سمح الله الجواد حتى انصار شيء ولا شيء، على طول بس تضغط على ركبتك وتسوي حركة تداخلية مع الحصان. يعني مثلا الحصان راح لليسار فجأة وانت فاتح، لازم تضغط على اليسار، تضغط شلون في الركبة مسك، مو بضغط على رجلك، لا، لأنك لو ضغط على رجلك ميلت مع الحصان، لا، تضغط ضغط على الركبة على اليسار ضم، واليمين تكون راكي على الركبة عشان تعوض لفة الحصان المفاجئة هذه. هذه كلها إن شاء الله مع التجارب تزيد مهارتك في الشيء هذا. يعني نشوف الآن مرة ثانية وإحنا مسار مجرد عشان تركزون بس بجلسة الحصان، يعني بالشكل هذا تعطي أول شيء انحناء لجسمك عشان يخترق الهواء اللي جاي، لأنك لو فاتح وانت كذا الحصان رايح جسمك يصادد الهواء، يعني لو ممكن يصير أي حاجة على طول جسمك بيرجع على ورا، ولكن أنت تعطي انسيابية بنفس الوقت تعطي رخاوة للجام، تمام؟ يعني ما تسحب، يعني تخيل وانت فاتح تكون ساحب كذا، الحصان لو يخثى على يده أو شيء على طول بيسحبك على قدام، لا، احنا ما نبغى الشيء هذا، تعطي رخاوة وتكون يدك رايحة مع الحصان بالشكل هذا، ضام الركبة، حاني جسمك، ضاغط على الركابة، مقدمة الركابات، مقدمة قدم كذلك تكون ضاغط، الركبة هنا تكون ماسكة، ثنتين تكون ماسكة، يعني لا سمح الله وانت فاتح طاحت الركبة، عفوا الركابة انقطعت او صار لها شيء ما تطيح لانك ايش ضام، وعلى طول اعطي شيء معاكس حتى لو بركابة واحدة لا تفك، بس تكون ضام هنا، يعني بالشكل ذا تهدي الحصان، تمام؟ يعني انا انصح بداية الناس اللي يبغون يتعلمون الفتحة ويرتاحون ياخذوا لهم مساحة فاضية للامام عشان يعرف نقطة يبدا يسحب فيها الحصان ويرتاح. يعني في البداية لازم يكون شغلك للامام عشان انت ترتاح، يعني بالشكل هذا نحني الجسم بعد ما يروح الحصان ونعطي، تمام؟ انت راح تلاحظ جسمك يرجع خفيف ويطلع على طول، ينزل خفيف ويطلع على طول مع الحصان، مع حركة الحصان، ما بيطلب معاكم ابد حركة جوكية رفعة كاملة بالشكل هذا، لا، لان جسمك راح يتعب كبداية، بس انت لازم تعطي تناسق. في ناس يفتحون وجسمهم على فوق ما في مشكلة، بس ذا ترى يسحب الحصان يبطئ الحصان نفس الوقت، لو صار شيء لا سمح الله مثل ما قلت على طول ارتداد جسمك راح يكون على وراء. طيب احنا الحين شفنا بشكل للامام، نبغى نشوف في الزوايا. طيب الحين عبده راح يكون في الزاويه وانا راح افتح، باجي اقصى سرعه الحصان وانا ماخذ على اليمين، وشلون احنا نكون ثابتين، لان بعض الناس يمكن يكون فاتح ولا يقدر يوقف الحصان وقدام ملفه يمين او يسار. نوقف تصوير عبده حياكم الله. طبعا الان شيء مهم بعد اللي راح يصور عنه اللي هو الفتح. مثلا الحين انا فاتح باقصى سرعتي وقدامي تي، ما عاد ادري يمين او يسار، هنا شيء مهم، اغلب الناس وقت فتح الخيل يطيحون، ليش؟ لان الخيل فجاه على سرعته ياخذ يمين او يسار. احنا الحين نبغى نفهم شلون احنا نثبت مع لفه الجواد. طبعا انا الان بالجيه اللي بجيكم فيها راح اروح لليمين، طبعا انا رحت لليمين لازم اوازن عمري، اضغط شوي على الركاب اليمين، ليش؟ عشان ترجع جسمي لليسار، حاجه بسيطه بس ما اضغط مره عشان بعد ما طيح الحصان، يعني اوازن ضغط بسيط ونفس الوقت اثقل لليسار عشان الحصان بعد وزنه ما يروح، نفس حركه الدبابات شلون حنا لو ثقلنا زياده ممكن الحصان يطيح. يلا نشوف الحين، بسم الله. لاحظوا الان ابدا بالتوازن، اوازن اليسار شوي عشان الحصان ما يطيح، ممتاز جدا ممتاز. حط الحصان كما اخذ لليمين، لو ثقلت بعد زياده لليمين ممكن طاح، ولكن لا، احط ثقل جسمي حاجه بسيطه، كذلك الجواد، احسنت ماجور، كذلك ايش الجواد. يعني انا وصلت المرحله اوكي رفعت جسمي شوي من اليمين ولكن ما كملت وكذا الحصان ممكن يتزحلق، لا، اعطيت توازن بعد لليسار، كذلك الان نشوف نبغى نشوف مثلا الان بينتقل عبده للزاويه الثانيه، انتقل عبده، خلي تصوير وروح هناك، يلا خلي تصوير، ايوه الحين عبده بيروح للزاويه الثانيه عشان يصورها، صح؟
بنشوف نفس الطريقة مع زاوية عبده. نروح ترد بسم الله. لاحظ انتظام يدينا. الآن أركز. لاحظ جسمي يسار شوي. سنت ماجور. بطل. ممتاز. طيب الآن بنصور عن حاجة. دم ماجور مسخن عفوا الله يبعد الشر. حرارته شوي يعني مع الدم أنا بنبرده. نبغى نشوف حنا الآن أنا عندي حرف تي. حصان إما يروح يمين أو يسار. شلون أنا بالفتح أكبت الجواد؟ يعني أنا بنطلق وبكبت الجواد. شلون أنا أتواصل معاه؟ مو بس الدعوة كلها بالسحب. حتى مع النزلة. جسمي يثقل على ورا شوي. لاحظوا أصادم الهواء عشان الحصان ما يطيح. الآن ما أبغى يروح يسار. ساحب لليمين شوي. وأتكلم معاه. أحسنت. بطل ماجور. أحسنت. ممتاز. لاحظتوا كيف جسمي وأنا جاي من هنا؟ الحصان ميل لليمين. لو ثقلت أنا مع يمين تزحلق. لكن لا، أثقل له بنفس الوقت ما أنسى الضغط اليمين عشان جسمي، عشان أوازن كأني ماسك الحصان. فأوازن له من اليسار شوي. طبعا الآن اللهم صل وسلم محمد، راح نعطي فقط انطلاقة من الاسطبل إلى هنا. بنوقف تصوير حنا الحين وبنروح من الاسطبل إلى هنا. فتح تكون السيارة جنبنا عشان بعد تعيشون جو الفتح وشلون الواحد في مسافة طويلة فاتح. يعطيك العافية عبد. وقف حياكم الله. طبعا الحين المرحلة الأخيرة من تصويرنا راح يكون في السيارة. طبعا اللي سوق ابو ناصر يعطي العافية وعبده المصور. طبعا تكونون يساري شوي عشان يوضح الموضوع بالضبط. وإذا أخذت يمين برجع لكم، لا توقفون تصوير. ها يلا الحين أبدأ وروح يسار. روح يسار يلا. بسم الله. روح يسار جو. طبعا أنا ما فتحت زيادة. الآن أعطيه لين السيارة. ممتاز. لاحظوا كيف الجسم يكون ثابت. والآن أنا أركز على الزاوية اليمين وشاهد على الركبة والركبات وثقله. ممتاز. أحسنت. أنا كان ودي أروح يمين بس السيارة ثقلت. ممتاز ماجور. أحسنت. طبعا لو أخذنا يمين اللهم صل محمد والسيارة ضيقة راح أكون في زاوية ضيقة مرة تربك الحصان. بس في نفس الوقت ما ربشت الحصان، أعطيته المجال. وقف شوي أبو ناصر. أعطيته المجال يختار الحرية. وهذه ممتازة، جت من حالها، صدفة من غير ألف ميعاد على قولتهم. ليش؟ لأن دائما تصير زي كذا. أحيانا الواحد يربك الحصان ويسحب بقوة. ممكن الحصان لو لفينا يمين سقعنا في الشبك. ممكن لو أخذنا عندنا الحديد. بس يوم شفنا ما فيه تصرف تركنا الحصان يتصرف. أخذ يسار واموره تمام من أحسن ما يكون. يعطيكم العافية وإن شاء الله الفيديو يكون واضح. زي ما قلنا وقت الفتح حاول في أول تدريباتك تكون للأمام بشكل سيدة. ليش؟ عشان أنت تركز وعندك مساحة طويلة وبنفس الوقت تعرف تعطي. بعدين عاد تبدأ باللفات. إذا أخذنا يمين زي ما قلنا نثقل شوي بس ما نطيح الحصان معنا. بنفس الوقت نثقل هناك كتوازي الحصان. يعني عندنا توازنين، واحد لنا ضغطة خفيفة، واحدة للحصان. إنما نضغط بقوة، نضغط الجهة المعاكس عشان ناخذ الحصان معنا. مثل الدباب إذا أخذ على سرعة، لو مرة نزلنا أخذنا أزفلت معنا. كذلك الحصان لو مرة كذا طاح معك لأنك أنت وزن ثقيل عليه، وزن قاعد ياخذه مع الجاذبية. يعني أنت لو رحت يمين الجاذبية تسحبك أكثر، فأنت تعطي لجسمك عكس الجاذبية بنفس الوقت تساعد الحصان في جسمه عن الجاذبية. ممتاز جدا. يعطيك العافية عبدو. يعطيك العافية أبو ناصر. وثانك يو. السلام عليكم.